الفترة اللي نزلت لكم اكونت صراحة تكتبوا فيه اسئلتكم، وزي ما وعدتكم ده بودكاست فيه اجابات الاسئلة. انا علاء احمد وده بودكاست جديد على قناة اي جي نرسولوجي، ويلا بينا. صباح الخير. محتاج قناة مهتمة بشغل غسيل الكلى، قناة كورسيرا لدكتور طارق شاكر، قناة ميجا دايليسز، قناة نيرسينج برو. ايه الكتب اللي هتفيدني في الاي سي جي وفي المجال عموما؟ اجابة السؤالين دول في ترشيحاتي للكتب دي، فركز قوي معايا. يلا بينا. هنمسك الاول الكتب ميكس عربي وانجليزي، طبعا بنصح بها اي حد لسه مبتدئ، منها بتقرأ المعلومة وبتفهمها بسرعة، ومنها كمان انك بتحفظ مصطلحات جديدة خاصة بالقسم اللي انت عايز تتعلم فيه. اول كتاب انتنسيفست اي سيو، كتاب بيشرح لك شغل العناية المركزة بطريقة ميكس عربي وانجليزي، زي المحاليل والادوية وبعض الاجراءات التمريضية وحاجات كتيرة جدا اللي هتلاقيها داخل الكتاب. تاني كتاب انتنسيفست هيموداياليز، لو انت تمريض كلى يبقى الكتاب ده ليك، عشان بيشرح شغل الغسيل الكلوي بطريقه ميكس عربي وانجليزي من الالف للياء. تالت كتاب نيونيتال نيرسينج بوك، لو انت تمريض حضانات فالكتاب ده ليك، علشان بيشرح كل ما يخص الحضانات واكتر حاجه ركز عليها شغلك انت، ازاي تشتغل البروسيجر ده صح مع كم النولج اللي موجوده فيه، فبصراحه تحفه جدا. 4 نيرسولوجي لشرح مواضيع مختلفة وعامة للتمريض. 5 نيرسولوجي فور سيرجري لشرح أساسيات قسم العمليات. 6 فارما نيرسينج لشرح جميع الأدوية الموجودة داخل المستشفى. الكتاب السابع دكتور جايد لشرح التعامل مع الحالات اللي موجودة داخل قسم الطوارئ، وده طبعا هيفيدك جدا لو انت شغال في الاستقبال والطوارئ. كتاب رقم 8 امتيازولوجي لشرح التعامل مع حالات الطوارئ والامراض بصفه عامه، والاظهار الاخير في شابتر النفسيه هيفرق معاك جدا لو شغال في قسم النفسيه. كتاب رقم 9 فارماسي تريكس، ده بقى بيديك معلومات متفرقه وتريكات تخص الادويه الموجوده داخل المستشفى، هيفرق معاك لو انت حابب انك تاخد معلومه في دقيقه. كتاب رقم 10 اي بي سي دراجز بيشرح كل الادويه بكل تفاصيلها ميكس عربي وانجليزي. كتاب رقم 11 اي بي سي اوف بيدياتريكس بيشرح تمريض الاطفال ومركز اكتر لحالات الكلينيكال. كتاب رقم 12 هلو ميديسين بيعلمك ازاي تتعامل مع الحالات داخل قسم الطوارئ وتفاصيل تانية خاصة بالامراض. كتاب رقم 13 روشيتاتولوجي بيشرح لك استخدام الادوية الخاصة بكل روشيتة مرض معين وازاي بيشتغل. كتاب رقم 14 تشين اوف سيرجيكال اوبريشنز سلسلة العمليات الجراحية، ودول يعتبروا جزئين واللي بيعلموك اساسيات شغل قسم العمليات. كده انا خلصت لك الكتب الميكس عربي وانجليزي، نعلى بقى بالليفل شويه ونقرا الكتب الاجنبيه، طبعا مش محتاج تعرف انها بالانجليزي، بس ركز برضو معايا في ترشيحات الكتب دي علشان حرفيا فرقت معايا قوي. اول كتاب نيرسينج سكول باندل بيعلمك اساسيات شغل العنايه بطريقه حلوه جدا، اكتر حاجه لفتت انتباهي تنسيق والعرض المعلومه، تحفه. تاني كتاب كريتيكال كير نوتس بيعلمك شغل العنايه وبيعلمك ازاي تقرا رسم القلب وتفاصيل مبسطه خاصه بالامراض. تالت كتاب امرجنسي اند كريتيكال كير بيعلمك شغل العنايه والطوارئ وتريكات تخص الانعاش القلب الرئوي بمختلف الاعمار. 4 ادلت اند بيدياتريك اي ال اس كتاب بيديك اسئله اختياري باجابتها، واجمل ميزه في الكتاب انه بيديك صور وعليها اسئله بحيث يربط لك الجانب النظري بالجانب العملي. كتاب رقم 5 اس ال اس الصدي جاي بيعلمك ازاي تشتغل انعاش قلب رئوي داخل المستشفى بكل تفاصيله وبطريقه مبسطه جدا. كتاب رقم 6 نيكليكس ار ان نوتس بيديك تريكات حلوه جدا واسئله باجابتها في شغل التمريض، ومهمه جدا للناس اللي هتسافر للدول الاجنبيه زي انجلترا. كتاب رقم 7 اي جي نوتس بيشرح لك قراءه رسم القلب وادويه الطوارئ وانعاش القلب الرئوي داخل المستشفى. كتاب رقم 8 ليرن اي جي ان ادي بيشرح لك قراءه رسم القلب بطريقه مبسطه جدا. كتاب رقم 9 150 اي جي كيسز بيديلك 150 حاله لرسم القلب باجابتها. كتاب رقم 10 نيرسينج ميجا باندل كتاب مبسط جدا لمواضيع مختلفه للتمريض، واكتر نقطه لفتت انتباهي تبسيطه وعرضه للمعلومه. كتاب رقم 11 بول مارينو اي سي يو ده يعتبر كينج الاي سي يو بيعلمك شغل العنايه المركزه. كتاب رقم 12 كاس لاب بوك 1 و 2 الكتاب ده جزئين واللي من خلاله بيعلموك الاسرار القلبيه. كتاب رقم 13 بيزك لايف سبورت وده بقى بيشرح انعاش القلب الرئوي خارج المستشفى. كتاب رقم 14 ادفانسد كاردياك لايف سبورت بيشرح انعاش القلب الرئوي المتقدم للكبار داخل المستشفى. كتاب
كتاب رقم 15 Pediatric Advanced Life Support بيشرح انعاش القلب الرئوي المتقدم للاطفال داخل المستشفى. الثلاث كتب اللي انت شايفهم دول من موقع Save a Life. كتاب رقم 16 Saunders Comprehensive Review هيفيدك جدا لامتحان النيكليكس. كتاب رقم 17 Simple Nursing بيعلمك اساسيات شغل العنايه بس بطريقه حلوه جدا. اكتر حاجه لفتت انتباهي لي تنسيق العرض المعلومه حلو قوي. كتاب رقم 18 ICU Man بيعلمك شغل العناية المركزة. هو انت ايه يا اخي؟ هو انت ازاي جدع كده؟ مجرة جدعنة؟ كوكب جدعنة؟ ده انت اجدع من السقة يا اخي. انا بقالي سنة متخرجة وعايز اكمل تخصصي بالرغم ان كله بيحبطني وفي البيت محدش مشجعني، اكمل ولا لا؟ كملي خلاص؟ امال حضرتك فاكر ايه يا اخي؟ بسم الله ما شاء الله. انا لسه في سنة اولى وداخلة سنة تانية، ادرس الماني ولا لسه شوي؟ اللغة مش مرتبطة أبدا بسن، طالما مختارة بناء على هدف فابدأ فيها عادي من دلوقتي. ممكن نصيحة؟ أنا بقالي أسبوع في العناية المركزة. عايز أقولك إن أصعب حاجة هتقابلك مش الشفتات وصعوبة الحالات، أصعب حاجة فعلا هتقابلك في المينا دي هي إنك تقدر تحافظ على ضميرك وتكسب رزقك بالحلال طول الوقت، لأنك بسهولة جدا في المجال ده ممكن تبيع ضميرك ومحدش ياخد باله. بينك وبين مريضك ضميرك وربنا وحده المطلع عليك وبس. التعابة والحلاوة دي أكسب بالله. وإيه اسم البرنامج اللي حضرتك بتستخدمه في الفيديوهات؟ برنامج اسمه فيديو سكرايب. عايز أسافر السعودية بعد الامتياز، إيه الكورسات اللي أبدأ أخدها من دلوقتي؟ أنصحك إنك تاخدي بعد التخرج علشان بيبقى ليك صغير صلاحية، ومن أهم الكورسات هي البي ال اس والاس ال اس والبي ال اس الخاصة بالبيدياتريك الأطفال. أنا في سنة رابعة تمريض، كنت عايز أعرف إيه أهم الكورسات اللي المفروض أخدها وأخدها فين؟ أهم حاجة اللغة والباقي بعد التخرج بإذن الله. ونصيحة، اتعلم فأبو بلاش الأول، بمعنى أنك تستغل المجان المتوفر على يوتيوب. رقم 1 The American English أشهر قناة في الوطن العربي كله. رقم 2 قناة دروس أونلاين. رقم 3 مي جمال بتاعت إنجليزي. رابع قناة Learn English with إيهاب تعلم الإنجليزية مع إيهاب. شاي المادة، هل لو امتحنتها ونجحت فيها باخد الدرجة التانية بعد الامتحان؟ ولا الكام درجة اللي ناقصني عشان النجاح بس؟ بتاخد درجة النجاح بس. ايه اللي ممكن اكمله بعد المعهد او الكلية ويكون له علاقة بالجيش او الشرطة؟ مفيش بعد المعهد، لكن الكلية متاح ليها اكاديمية الشرطة. عاوز قناة تعليم شغل عمليات. قناة مستر مصطفى زهني واسمها سلسلة العمليات الجراحية، وده الجروب الخاص بيه على التليجرام. وقناة مستر محمد الباهي، وده الجروب الخاص بيه على التليجرام. عاوز اعرف موضوع الصيدلة المكثفة بعد تمريض حقيقي ولا لا؟ مش حقيقي. خدت السطمة بقى. ازاي اعرف الكورس اللي هاخده معتمد ولا نصب؟ بنشوف الجهة نفسها اللي على الشهادة. مش محتاجة حاجة يعني. هل اخد كورسات في الامتياز ولا اعتمد على الشغل بس؟ اني اتعلم لغة يشترط اني اكون كويس في الاكسنت كمان؟ واحد، اعتمد اكتر على اكتساب النوليدج وتطبيقها، ولو هتاخد كورسات ابدأ في ابو بلاش الاول. اتنين، اتعلم اللغة ككل. وبس يا عم الناس، البودكاست خلص، يا رب تكون استفدت منه. لو عندك اي سؤال ممكن تبعته على لينك اكاونت صراحة اللي سايبهولك في صندوق الوصف او في اول تعليق. ما تنساش تعمل لايك وشير للحلقة وتشترك في القناة لو لسه جديد، وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك اشعار بالحلقات الجديدة اول باول. اشوفك الحلقة الجاية، سلام.